بس أنا عملت اللي أقدر عليه. والله العظيم كان في نية أنقذه. وآخرتها عمر، وآخرتها أبطال، آخرتها إيه؟ آخرتها إيه؟ اختبار ده كمان؟ إيه معقولة؟ هو مفيش غيري في الامتحان ده؟ ما شاء الله، ألف مبروك يا ستي. بس يا بنت بلاش فضايح، هي الفرحة فضيحة يا تينا. وبعدين هي ما كلبتش، انت فعلا زي القمر النهاردة يا حبيبتي. سلام، ربنا يخليكي. أنا مش عارفة، متلخبطة، مش عارفة أعمل أي حاجة، حاسة إني بترعش كده ومتلخبطة ومش على بعضي خالص. يا ست تينا طفي من بقك. ده أنا هتف في وشك بس بسط التينا دي. عطينا النهاردة، ها؟ بلاش تينا دي أحسن، تيجي من في وشك. خلاص بقى عشان خاطري. معقولة؟ معلش بقى، إيه ده؟ تسلم إيدك، القمر ده يا مزة. خلاص يا ناس. بنت بلاش كلمة مزة دي، عيب، احترمي نفسك. لا بقول لك ايه، فكيها بقى النهارده كده زي مرات عمك، احسن العريس يطفش منك. سامع بتقول ايه؟ شايفه قله الادب؟ عندها حق بصراحه يا تينا، ما بلاش وش قبل النظر ده النهارده خالص. خليكي كده شبه حلاوتك اللي بزيت انت، عايزين العريس يدوب يدوب يدوب. وليلى والنبي قولنا. يلا بقى ننزل احنا، عشان احنا عندنا حاجات قد كده. يلا يلا. مونيكا بذمتك شكلي حلو؟ يعني اللي يشوفني مش هيقول ان انا اكبر من العريس؟ لو اكبر عليك يا حبيبتي، انا حتى خايفه احسدك. يا اختي تحسدني على ايه؟ بلا حظ. تقلي شويه، لا يقول عليكي وقع. هو مين ده اللي يقول عليا؟ مش بتستعجلي العريس برضو؟ لا طبعا، انا بكلم عمر اخويا، ده من الصبح ما بيردش، ما اعرفش راح فين. يا رب استر يا رب. صلاح، يا صلاح. الله مؤاخذه استني، مأموري. ما تعرفش عمر فين؟ لا بصراحه ما اعرفش. هيكون راح فين؟ بس اركب العربيه ويلا معايا. يلا تمام. رايحة فين؟ بدور على عمر، اصل مش لاقياه، تليفونه مقفول والناس كلها جوه ومش عارفة هو فين. طب هتدوري عليه فين بس؟ مش عارفة، في أي حتة، في المستشفى، في العيادة، في أي مكان. طب خلاص خليك انت وانا هروح أدور عليه. لا لا ما ينفعش يا عمو، أنا لازم أطمن بنفسي. خلاص يلا بينا. يا عم استنى انزل. ايه انزل انت يا بنت، سمعت الروح؟ انت مش المفروض تكوني في المستشفى دلوقتي؟ ايه اللي جابك هنا؟ هما كلمتين جاي اقولهم لك وماشي على طول، انا مش جاي اضايقك. كلمتين ايه تاني؟ الله يخرب بيتك، عايزه مني ايه تاني يا بنت؟ اسمعني، انا عايزه اقول لك حاجه مهمه جدا حصلت النهارده لازم تعرفها. يا بنت اختي بتتجوز وناس مستنياني جوه، عايزه مني ايه؟ عايزه مني ايه يا عمر؟ والله العظيم لازم تعرف، في حاجه غريبه قوي حصلت لازم تعرفها. حاجه ايه؟ حاجه تخلص. يا نهار اسود. ايه يا نهار اسود؟ مين دول؟ مرات. الله يخرب بيتك عمر. الله يخرب بيتك. أنت الحافظ. نعم مبروك، باي باي. يا أخي حرام عليك، كانت نازلة تدور عليك. المصايب لما بتهل بتهل بالجمله. مصايب ايه؟ في مصيبه غير اللي مشيت؟ في مصيبه جوه. مصيبه جو. مصيبه؟ مصيبه ايه؟ لمار لمار لمار. عايز ايه؟ هنقعد نجري ورا بعض في ايه؟ لازم تفهم الصح، انا بنتها صدفه 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 كتير كتير قوي على فكره، لدرجه انها بقت مكشوفه يا عمر. مكشوفه ايه؟ هي اللي مكشوفه، انا بكلمك بجد، انا داخل لقيتها في وشي، اعمل ايه يعني؟ انت ماشي اي حاجه، اكيد مش هنقف نتكلم هنا واختك مستنياك جوه. تخلص ليلة الفرح ولينا كلام تاني يا عمر. بلا تاني بلا تالت، مفيش تاني ومفيش تالت، الموضوع صدفة. اهدي بقى وروقي. لمار لمار. عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. حاسب يا اخوي حسدت الكفي على وشك. يا بنت القماشة اللي انت لابساها دي فيها بنت، انت كمان عايزة ايه؟ عايزة ايه؟ عايزة افضمك على الفول. فولة؟ حكيم احنا الستات عاملين زي بخار المية السخنة، نعمل شبورة نعمل عين، تداري الباب بحبة هوا، ندوب ونندي نندي ونصر على ما فيش. معلم الإنسان ما لم يعلم. المستشفى دي
أنا دافع فيها دم قلبي، والاسم عمر ده واقف لي زي الشوكة في الزور. لو قدرتوا تخلصوني منه حلاوتكوا هتبقى أكبر مما تتخيل. أنا كلمت خلوصي ورسيته على الدور كله. وأنا أندرستاند كل حاجة حضرتك. بصوا بقى، إحنا الشهر ده بنقفل حسابات المستشفى، عايزه ما يبقاش رجلي، عايزه يبقى طول الوقت عايش في دوامة، مش دريان ولا راي احنا بنعمل ايه ولا الحسابات فيها ايه ولا بتتعمل ازاي. دي حاجة فيري ايزي يا بروف، نلعب مع الدنيا ونروشه. بعد ما نروشه بقى عايزين ندور له على حاجة نمسكه بيها من رقبته. بالنسبة للحكاية دي ما تقلقوش، عندي بشاير الحكاية دي. كله بحسابه يا دكتور. ايش هنختلف يا نيوز؟ واحنا اني طايم. المعلومة اللي عندي لو مراته عرفتها ممكن تطلب الطلاق، وده بقى نص الحكاية. والنص التاني؟ النص التاني انه يشك فيها وما رضاش يطلق. المعلومة تخليها مش طايقاه، والشك يخليه عاند ويدخل الدوامة ويتروش اكتر. اصلي وسعادتك تخلص حساباتك على اقل من مهلك وتقبض، بعد كده بقى ندور له على شغلانة تانية تخلصنا منه. ممكن مثلا نعلي عنده حكاية الشك دي، نوصل لغاية آخرها، مين عارف يمكن يتجنن أو حتى يخلص من مراته. وكده بقى بروف بقى عمر داخل على الفينش على طول. بالظبط، وهو ده الكلام. ما تقلقش يا بوس، اعتبر الموضوع ده. بالنسبة للبريزة، لا 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 لا، بريزة دي ريدي على المفتاح، فرجيت انت بريزة، خليها عليا انا. اسمع يا فضل، انا عارفة اللي انت فيه كويس وقلبي معاك، بس لو عايزني اساعدك لازم انت كمان تساعدني. انا عارفة ان موقفك زي الزفت، بس انا بقى عندي الحل اللي يحل لك كل مشاكلك ويخليك تحقق كل اللي بتتمنيه وبسهولة انت متصورهاش. عدي عليا في البازار وانا هقول لك هنعمل ايه. سلام. يا هلا يا هلا بالعريس. اهلا. امال فين عمر؟ نازل حاله في دي العروسه، تعالى. الشكل الليله دي داخل على غمقان. صح، حتى القبطان خش من غير لائحم ولا دستور، ومراته قبله دخلت سكتي على فوق. ولو احنا التلاتة لازم نكون ايد واحدة. لازم نقوم بدورنا المنشود. ما احنا قمنا بدورنا المنشود وغنينا ورقصنا في كتب الكتاب. كتب الكتاب ده التفاريح على القد، انما الليلة دي الفرحة الكبيرة. بقولك ايه يا رزة، انا عاوزك تجهزي بس رقصي بأدب، هزيها بس داريها. حشمة وحياتك وفي منتهى الأدب، بس لما تنزل العروسة. مراد راجل، هنادي انت يا بابا. شش شش، بتعمل ايه؟ عايزة ايه؟ ما تروح تستعجليهم، شكلنا بقى وحش قوي. استعجلهم ايه؟ حاضر يا ستة، مش فاكرتها معاك. ويا ساتر، راح فين يا نادي؟ ايه ايه يا حبيبتي؟ طبعا نادي الست، الناس بتستعجلها. لا يا حبيبتي، هي مستنيه عمر وهينزلوا مع بعض دلوقتي على طول. اصل الست سامه هي اللي قالت لاستعجلها. يا ستي هي اللي طلبت مني، محدش يطلع لها. انا مالي يا ستي، انتوا حرين، ان شاء الله يدقوا في بعض. يدقوا؟ ما قصدي يتحرقوا. كملوا كملوا. لمار لمار، انتي مالك واقفه بعيد ليه وسايباني لوحدي محتاسه مع المعازيم؟ وفين عمر؟ هو بيعمل ايه كل ده؟ عمر فوق بيغير هدومه ونازل حاله. هو انتي قلتي له حاجه؟ حاجه ايه؟ وليه بتقولي لي كده؟ اصله جه يعني على طول وطلع من غير ما يتكلم مع حد. وايه؟ هي ايه الحاجه اللي قلقاكي يا سما؟ مفيش مفيش حاجه اصلا خالص. انا هروح بقى اشوف المعازيم. سما، على فكرة صاحبتك كانت واقفة برا مع جوزي يا عمر، صدفة. دلع. ايوه بقى.
شايفة كل الناس بتبص عليكي بتقول ماشية مع قمر. خلونا أقول رعيت ملخ ما تأنجزني هذا الرمال. ما كنتش ترد ليه؟ انت عارف انا كنت هنزل ادور عليك. عمر انت كنت فين؟ موجود. موجود ايه؟ اصلا انا حالفة اني مش هنزل من الاوضه قبل ما تيجي. هو ما ينفعش اصلا تنزلي قبل ما اجي، النهارده يعتبر اول عروسه ولازم تنزلي ايدك في ايدي. مالك يا عمر؟ مالك؟ أنا... انت ايه؟ في حاجة؟ تعبان؟ في حاجة؟ مفيش ازاي يعني؟ ده اللي رب خير من اللي اشترى. في ايه يا عمر؟ في كلام عايز تقوله لي وانت حبسه على لسانك ليه؟ في حاجة؟ على لساني ايه؟ احلى كلام ده، احلى عروسه. يا اخي سيبت اعصابي طبعا، انت منبهر مش قادر تصدق بقى شكل كده في الفستان والحاجات كده، مش لاقي عليا ولا ايه؟ قوي. فين كنت مخبيه الحلاوه دي؟ فين؟ بس يا ولد ما تكسفنيش، ده انا ملصمه نفسي بالعافيه. بس عليك يا عمر. انتوا هتطولوا كتير في السفريه دي؟ الله، مش انت اللي حجز لنا كل الرحله ولا انت ايه؟ ايوه طبعا. ازاي؟ انا قصدي يعني البيت هيبقى مفتوح ازاي انت مش موجوده؟ حبيبي مفتوح بحسك وبحس اختك وبحس لمار مراتك. وانا برضو انت بتبقي زي سقف البيت كده، احنا بنتغطى بيكي. بقولك يا عمر، انا قلبي مش مستحمل خالص. اصلا انا قلبي كان قلقان قوي عليك النهارده، ومن اول اليوم كده كان مقبوض. من ساعه ما دورت عليك وما كنتش لاقيك. انت مالك يا عمر؟ مالك؟ فرحان عشان انت مبسوطه. واللي في عينك ده سميه ايه؟ دموع الفرح. أبو العروسة. مبروك حبيبتي. يلا.
الكذب ليه ألف وش، والضحكة ما هيش ضحكة، والدمعة ما هيش بكى، كله ملخبط على كله، والناس متلونة، الكلام ملوش حس، والشوف ملوش نظر. ومنين تجيكي السترة وانتي واقفة في الطل صلت ملت، وجوزك عالناصية بيصورك؟ كشري ايه الكلام المشطشط ده؟ يا البت هنادي قالت انك مريح هنا، جينا نطمن عليك. لا انا بس لقيت نفسي حران فقلت اجي يعني اشم شويه هوا. وهو هوا الليل شايله طراطير الطراوه. حلوه طراطير يعني ايه طراطير الطراوه عمر؟ بقول لك يا كشري، انت لو ما خدتش طراطير الكماله دي ومشيت من هنا دلوقتي انا هوريكم. حق علينا، حق علينا اللي جايين نطمن عليك. فينا يا زاز؟ يلا فينا يا حبيبتي، اخدك في حضني ودفيك. ايوه دفيني احسن، بردان من طراطير الطراوة. طراطير الطراوة جامدة قوي. دفى يا اخويا دفى، بكره تعمل لك سي دي انت كمان. موري. نعم. ما تطلع تنام في اوضه التينه، ما هي فاضيه. ليه يا حبيبتي؟ انا شويه هطلع انام في اوضتي عادي، مفيش حاجه. اوضتك ايه يا ابو اوضه؟ ما احنا عارفين انك مطرود، انت هتمثل. غربت غربت اهي. ده يا فيكي انت وعمك. لمار هطلع بقى. أنا محرمة عليه أوضته لحد ما فهم حكايته إيه. هذا كلام ما يخرج من بنات الأصول. أيوة يا بابا، بس أنا تعبت، تعبت قوي، ما أنا بشر برضو. وهو زوجك وله حق عليك يا بنتي. أيوة بس أنا حاسة إنه إن بعض الظن إثم، الظن هو اللي بيفتح الباب للشيطان. روج يا لمار، روج يا بنتي، وصلي على الله يشفع فيك وفينا يوم الدين. عليه الصلاة والسلام. لا تخلي الشيطان يوسوس بودك، لا تخلي الشك يلعب براسك. بنت الأصول لا تبيع زوجها عشان الشك أو السمع. يا بابا اللي بيحصل كتير قوي قوي. يوم ما نتأكد لنصير فيها. يا سلام يا بابا، هو أنا هستنى لما أشوف بعناية وأتأكد؟ إيه كرهتيه؟ ايه؟ لو قلت اه هاخدك وياي. قومي يا لمار يا بنتي، قومي توضي وصلي ركعتين لربك. يلا يا بنتي قومي، ربنا يهديك. هو انت فاكره لما تنزلي العيل اللي في بطنك ده تبقي حليتي المشكله؟ اللي انت عملتوه ده جريمة، ولو احنا في بلد بتحترم البني آدمين كنت اتحاسبته عليها. يعني انت عايز تقولي لو كنت مكانه كنت مش هتخليه ينزل بيبي؟ لا انا مش فاهم ايه علاقة السؤال ده بيا. مجرد سؤال. ما تحاوليش تخش معايا في جدل عقيم ملوش اي لازمة، ما تحاوليش تغير الموضوع يعني. لا يا حسام، انا مش عايز اخش معاك في جدل عقيم ولا عايز اغير الموضوع، انا بس بسألك سؤال بسيط. واضح ان التجربة دي بوظت فيك حاجات كتير قوي يا عفة، بقيتيش تعرفي تفرقي بين الناس. بالعكس يا حسام، التجربة دي شالت الغشاوة من على عيني وخلتني أشوف الناس كويس. بص يا عفة،
احنا كده جبنا من الاخر بصراحه، ما ينفعش نكمل مع بعض. عاوز تسيبني يا حسام؟ لا، انت اللي سبتيني وما بقيت لحد غيري. لا يا حسام، انا عمري ما كنت لغيرك. نعم، اما العمر ده يبقى ايه؟ لما اتقبض عليك ظلم زي ما انا كنت شايفه، لما عرفت حقيقه ابويا اللي انت حكيت لي عنها، قابلت عمر، لقيت واحد كذاب زي كل الكذابين اللي اتصدمت فيهم في حياتي. قلت ايه يعني، اكذب على نفسي انا كمان واعمل نفسي بحب وارتبط بيه. بس ما قدرتش اكمل كتير، الموضوع باظ. رجعنا تاني اتقابلنا صدفه، قلت يمكن ربنا حطه قدامي علشان خاطر افش غلي من اللي عمله فيا ومن كل اتعمل فيا زمان. فقمت وهمت بقى ان البيبي ده ابني، وشايلته ذنب البيبي. اما اللي بطنك ده يبقى ابن مين؟ انت لسه بتسال يا حسن؟ نعم. اللي في بطني ده كان ابنك. ابني؟ خش يا براندروس، خش اكتب رجلك لمين. اذا كله اذا كله اذا كله يا حلاوه يا حلاوه، دي الفيليا شكلها لعبت على الاخر والدنيا اتضيرت واديتك وشها. جرايه يا باريزه، انت جايه تنق يا اختي ولا ايه؟ هي ايجار صحيح، بس بعد الهبره الكبرى ان شاء الله هتبقى ملك. هبره ايه بقى؟ ايه الكلام اللي ملوش لازمه ده؟ هبره ايه؟ ما انت عارفه اللي فيها. صاحبك كده شكله لا هيدفع ابيض ولا اسود. الله على الكلام اللي زعل. ليه بس يا برازرس؟ الدنيا مش قلبه معاه على الاخر، وشكله كده مقير مع مراته وشغله في النازل، ومن كتر البلاوي اللي هو فيها هو لا همه سيدي ولا دياوله. ده لولا ان عمه قافش فيا كان زمانه رماني من زمان في الشارع. لما صلى على النبي عليك يا خروس يا اخويا، كنت انا عندي نظره بعيده قدام وانت ما كنتش مصدقاني. براني دي؟ والله يا اختي ما انا عارف، بس هي غاليه يعني. بقول لك ايه؟ الشقه موجوده، نتلم بقى ونتجوز. هيحصل هيحصل، بس قبل ما ده يحصل عايزين نسقسق الاناني ونولد من الفتله نعمل لنا بيها شرزه تدفينا في الايام المالت دي يا اختي. بقول لك مش هيدفع. انا عندي اللي يدفع اكتر منه بكتير. خيط نيازي دي انا مش داخله فيها يا خلوصي. حفرتي قبرك بايديك يا حلوه. ايه ده؟ انت هنا؟ انا هنا وهناك وفي كل مكان، ومطرح ما عاوز اكون اكون. تاني يا خلوصي. تاني وتالت ورابع، ما دام انت مقفلاها ومش عايزه تفكيها يا باريزه يا اختي. وكل قفل وله مفتاح، وانا كل المفاتيح معايا، ولو ما تعدلتيش ونفذت المطلوب يبقى نقرا عليك الفاتحه يا برزرز. نقرا. انا تحت امركم. ما كانش ابنك يا عمر. ليه عملتي فيا كده؟ ليه اذيتيني كده؟ ليه فيا يا دكتور؟ مش طالع بره برا. حاضر حاضر. مش عايز حد يدخل عليا. حاضر برا. كنت هتجنن وانا مش عارف ابني ولا مش ابني، حامل اصلا ولا مش حامل، ومحتار وبسال نفسي ليل ونهار. ليه عايزه تنغصي عليا حياتي؟ ليه عايزه تخربي بيتي؟ انا عملت لك ايه لكل ده؟ مش عارف عملت ايه لكل ده. انا ما ضربتش حد على ايده عفه، ولا عمري غصبت واحده على حاجه. صح صح يا دكتور عمر، بس قولي بقى، لما توهم كل واحده ان هي حب حياتك وان هي الدنيا بالنسبه لك، وفي الاخر هي كده بالنسبه لك، ايه لو هتعدي؟ ايه ما عملتش حاجه؟ لما تسيب كل واحده ومحسسها ان هي فيها حاجه ناقصه تخليك تروح تبص على غيرها، عايزي كده بتسيبهم؟ ولما تجري ورا دي وتعشم دي بالحب ودي بالجواز، في الاخر تسيبهم مذبوحين، دي مش اذيه يا عمر؟ اذيتي؟ انا عمر ما كان قصدي ناذي حد، انا كنت صادق مع كل واحده وكل احساس حسيته. مش ذنبي بقى اللي باظ بعد كده. ممكن السبب انا، ممكن السبب هي، المهم اللي باظ، والمهم اني كنت صادق في كل اللي حسيته.
ثم انت مش ربنا علشان تحاسبيني. انا زي زيك، حطيتك معايا في نفس الدوامه عشان انتقم منك ومن نفسي ومن كل كدبه انا عشتها في حياتي. عمر، انا بكرهك وبكره نفسي، انا بكره امي وابويا، حتى هو كرهته، كرهت كل اللي حبيتهم وعايشوني كده. يبقى ان شاء الله في جوزك يا بنت. يا اخي سيبك من جوزي دلوقتي وخليك معايا. سيبني من جوزي؟ ما هي انت بتبتدي كده، عارفها. سيبك من جوزي، انا قديم قوي. يا واد احمد بقى واسمعني. ايه اسمعي؟ هتعملي لي سي دي تاني هنا؟ في ناس عايزين يخربوا عليك وبيهددوني وانا مش عارفه اعمل ايه. ناس مين دول؟ عمر